اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله ظاهره وباطنه وعلانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد يا مولانا بعد الرضا لك الحمد حمدا حمدا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن فيهن ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت سبحانك إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ونسألك جسدا على البلاء صابرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يرفع اللهم إنا نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين يا عظيم المن يا مسرف النعم يا عظيم العطاء يا اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والقف بنا فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضرا مضرا ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك أن ترحمنا في هذه الساعة المباركة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا جئناك وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين اللهم جئناك بذنوبنا وعصوا معاصينا فلا تردنا ظالمين جئناك نادمين يا الله جئناك مذنبين يا الله جئناك مخطئين يا الله ورحمتك وسعت كل شيء علما ونحن شيء فاشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين واشملنا بعفوك يا عفو يا كريم واشملنا برحمتك يا عظيم يا حليم اللهم إنا نسألك
اللهم اكتب لنا أجر المرابطين في المسجد الأقصى، اللهم اكتب لنا أجر المرابطين في المسجد الأقصى، اللهم اكتب لنا أجر المجاهدين يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا خلصته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا طالب ولد إلا رزقته، ولا طالب ذرية إلا أعطيته، يا عظيم المن، يا مسلم النعم، يا مسجد العطايا، يا أن تجعلنا منك قرارا
أنت علينا قادر، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارزق بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ارزق بنا فيما جرت به المقادير، اللهم إنا نسألك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما أن تغفر لنا في هذه الليلة المباركة، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، اللهم ارزقنا صيام رمضان أعواما مديدة وأزمنة عديدة، اللهم بلغنا ليلة القدر بسلام، اللهم بلغنا ليلة القدر بسلام، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا ودود، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت
أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا اللهم فيمن توليت، واصرف اللهم عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. ربنا اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا.
وإليك يرجع الأمر كله على علانيته وسره. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. لك الحمد أنت حق ووعدك حق والجنة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقيام، ولك الحمد بالصيام، ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، أنت القوي ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم ارزقنا حلاوة القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولقلوبنا محرصا، وعن النار مخلصا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم حرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار، حرمنا أن تمس أجسادنا النار، واكتبنا من أصحاب الجنان. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر ممن قبلت صيامه، وحرمت على النار لحمه وعظامه. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واحفظنا من النار يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله